تعبئة حاشدة غير مسبوقة تعيشها مدينة ماو حاضرة ولاية كانين، حيث اكتست شوارعها هلة جديدة تزينها العلام الوطني المرفرف. إنها تعيش لحظات سعيدة استعدادا لاستقبال رئيس الفترة الانتقالية الفريق الأول محمد إدريس ديبيت نون، الذي يزور المنطقة للمرة الثالثة منذ توليه زمام الأمور في البلاد. وقد بلغت وتيرة الاستعدادات لاستقبال رئيس الجمهورية أوجها بدءا من خارج المدينة وحتى داخلها. وتعتبر زيارة رئيس الجمهورية إلى ولاية كانم جزءا من جولته المدرجة في جدول زياراته إلى الولايات ومسائه الحثيثة للاستماع إلى مطالب السكان المحليين وإشراكهم في عملية صنع القرار السياسي. رئيس جاي لأننا فرحانين مبسوطين جدا جدا نصم برا موبيليزي نرجم عن باكر إن شاء الله دلين أليم فرحانين مرة وعد فرحانين رئيس أنا جاد الشو الآخر ما ندور شيء ما دور إلا هو بس. وتشكل ولاية كانم صورة مسقرة عن البلاد وهي نموذجا حي للتعايش السلمي والعيش المشترك بين جميع مكونات المجتمع.